هاي شفيه بس نايمه جبتها عون طلعت لفرعون غير تنظف مكاني. السلام عليكم. وعليكم السلام. همزين جيت. همزين جيت خيرك اخوي؟ شكو عمي اطلب لك 50 الف صاحي شهرين، ليش ما يعطون ياهين 50 الف؟ ما ليش هو 50؟ ايش ماخذين منك اخوي؟ اهلك ماخذين 4 كراتين اندومي عندي. 4 كراتين اندومي؟ اقول لك حبيبتي تمره راح للسوق يروح، شو اجيب لك وياي؟ حبيبي جيب لي وياك اندومي. يا بعد قلبي لازم تحبين اندومي وتلذين اندومي. اي حبيبي لان كنت يم اهلي اكل 4 كراتين اندومي باليوم. خويا بيك خير ودلل، من استلم راتبي اعطيك اياها. وانت مين لك راتب 24 ساعة ظل البيت فقر؟ فقر؟ والله مو صوتك صوت اني. والله تعبت اني، يعني انا اغسل المواعين، انا اكنس، انا انظف. كان من زوجته هذا وجبنا كنه. خلنا نروح اكنس الصالح سلي. في والله بي ساعة؟ هو لي ساعة بثلاثة. ما شبعان النوم، خلنا اروح ارجع انام، انام لي 7 ساعات 6 ساعات. عمو مرتضى. ها عمو خيرك، شو تريد؟ عمو مرتك يومية توديني ابو الحلويات، يومية اجيب لها حلويات بالدين. حلويات واندومي وكله بالدين وكله براس مرتضى، ساعة السودة اللي تزوجت بيها، والله هذا كله صوت امي. وخر حبيبي وخر. شلونش خاله؟ تمام نايمة قاعدة؟ هلا فرفور هلا، اختك نايمة، لا تكنيس لا تنظف. شنو خاله؟ اختي خدامة عنديك، خلنا راح اشوفها. امشي لاختك هاي الشفيه 24 ساعة نايمة. وليش تمرة تمرة تمرة؟ ها خيي فرفور شو تريد؟ امي تقول خد تجي على الغداء. ما اريد ما اريد، روح اريد انام. وانا هم صوتش جيت، شلون ما جاي احسن؟ هاي تمرة تعبتني، خلنا ندق الباب بكت الله تقعد. يا هاي ما تقعد، احسن شيء ادق الجرس، لان الجرس يم راسي هسه بسرعه تقعد. هاي امي ايش بيش تدوسين من الجرس؟ شكو ما تطبين؟ ولك يما هاي مرتك بس نايمه، لا تنظف المواعين لا تكنيس لا تخ. اوكي يما بروح ابوش لا تكملين. ادري ومرتي شاليها بالجرس، طايح على الجرس طق، شنو تشغل بالجرس ما تطبين؟ ولك يما دق بالجرس، اريد قاعد مرتك نايمه لا تغسل المواعين لا تكنس، 24 ساعه نايمه، انا متى اظل انظف انا وحدي؟ يما هي هاي السهله تحكين صديق، انا عندي فكره كلش حلوه، لا خليك انت نايمه وهي تشتغل، تعالي سولف لك. يلا يا يما سولف الفكره، شنو اللي عندك؟ اذا هي مرتك نايمه مثل اهل الكهف، شي قاعدها؟ يما واخري سد الباب، الواد منها عيب. اقول لك يما عندي فكره كلش حلوه. يما باكر الصبح مو تمر امرتي نايمه انت تكنسين قدامها، وانا قلت يما لا ما يصير انا اكنس، انت تقولي لا يما ما يصير انا اكنس، هي غصبا اللي راح تاخذ المكناسه وتكنس. شو تقولين؟ هي الفكره حلوه بس من يقول تنجح الفكره؟ ما تنجح يما، مع الاسف عليك انا ابنك مرتضى، شنو ما تنجح؟ انا انجحها غصبا عليها. انجحها كان نجحت من السادس الكسولي. كسولي غير انت زوجتيني وما خليتيني اكمل مدرستي، قلت لك يما بعدني بعدني، قلت لي لا تتزوج وخليتيني ابطل المدرسه وخليت مسؤوليه براسي. دمشي دمشي يلا باكر نسوي فكرتك. يما يما ما يصير انا اكنس مكانك. لا ولك يما ما يصير انا اكنس. يما شلون يصير تكنسين؟ انت مره كبيره. يما انا اكنس مكانك. يما انا اكنس. ها ايش بيكم؟ ها حبيبتي تمره، حبيبتي ام خطيه شفتها تكنس وحده وقلت لها انا اكنس مكانك وهي تقول لي ما يصير انا اكنس. خلاص امك يوم تكنس او انت يوم تكنس، كافه انا راسي قام يوجعني اريد انام. مو قلت لك انجحها؟ تنجحها؟